تحتضن العاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر النمو والفرص الخاص بدعم التنمية في الأردن بمشاركة وزراء خارجية ومالية عدد من الدول الغربية والأسيوية والعربية. ويترأس المؤتمر كل من رئيس الوزراء أو رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأعلنت وزارة التنمية الدولية البريطانية أنها ستوقع مع الحكومة الأردنية على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم لدعم مشروع بريطاني يهدف لتعليم الشباب الأردني واللاجئين السوريين اللغة الإنجليزية وتقديم برامج تأهيلية وتوظيفية لهم. مبادرة لندن 2019 تحت شعار الأردن نمو وفرص. الوفد الأردني حمل إلى ما لا يقل عن 400 مستثمر دولي مشاريع وطنية استراتيجية في الطاقة والنقل والمياه والخدمات، وجاهزية الاقتصاد الأردني لاستقبال استثمارات مباشرة مع الهيكلة القانونية والمالية المطلوبة والتحديد الواضح لكيفية مساهمة الحكومة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص. العاهل الأردني الملك عبد الله أكد في المقابل خلال الكلمة التي ألقاها على ضرورة دعم بلاده لتتمكن من مواجهة التحديات الإقليمية. نتواصل مع المجتمع الدولي والمجتمع العالمي لطرح السياسات الاستثمارية اللي بتتمحور حول البنية التحتية، اللي بتتمحور حول القوى البشرية وتصدير الخدمات، التي تتمحور حول موقع الأردن الاستراتيجي وممكن يكون أرض خصبة لبناء إعادة الإعمار. ويغلب البريطانيون أن مبادرة لندن 2019 جاءت بدفع من رئيسة الوزراء تريزا ماي لمكافأة الأردن على جهوده في تحمل الأعباء الإنسانية التي خلفتها النزاعات الإقليمية، ولكن قبل ذلك للتعامل مع الأردن كشريك يستحق دراسة جدوى. بلغة الأرقام، الحكومة البريطانية تمنح 50 مليون جنيه استرليني لاستثمارات في الأردن في قطاع السيارات والخدمات وترقية تعليم اللغة الإنجليزية والمعلوماتية. المؤتمر في حد ذاته إعلان عن الثقة في الاقتصاد الأردني. الاستثمارات الممكنة التي يمكن أن نظهرها تتم من خلال إدخال المزيد من المؤسسات والشركات إلى الأردن مثل جاكوار ولاند روفر، ولكن مضاعفة الصادرات المالية البريطانية والتسهيلات في حدود 1.1 مليار جنيه هذا أيضا إنجاز كبير مأمول لتطوير العلاقات الأردنية البريطانية. البريطانيون لا يفضلون منطق المساعدة في التعامل مع الاقتصاد الأردني بقدر ما يفضلون منطق الاستثمار المباشر فيه، وأن يكون المثل الذي يفترض أن يحذو حذوه المستثمرون الدوليون في الوقت الذي يسوق فيه الأردنيون جاهزيتهم القانونية والهيكلية لاستقبال الاستثمارات الدولية في أحسن الظروف. كمال العلواني، التلفزيون العربي، لندن.